السلام عليكم خوتي، مجرد يعني ملاحظة. خوتنا في الجزائر والمسؤولين في الجزائر والناس اللي يحبوا الخير يحبوا البلاد، يعني هذا الحديقة هذه والله بارك، يعني ما تكلف والو. شوف خادمينها كراسة بالحطب، يعني ما تكلف والو، قطع شجرة وديرها كرسي. ها يعني ها احنا ما عندناش الفكرة، احنا ما عندناش الناس يخدموا خير هكذا. هاي واش تكلف؟ ها عامل دير لها فيس الدخل، هذو مربطينهم بالاخر واحد سبيشال مسامر هكذا، ودير لهم شغل هكذا والتحت، ودير لهم شوف ما ها كرسي حطب. ها ها ما كلف والو، خشين. هاي حجرة حاج حط راه وقف هنا وين يلعبوا، كراسة كيف كيف. وهنايا ها ها اللي يلعب، هذه في البلاد ما تصحلكش كاع، في البلاد ما تصحلكش. ها هذا هو يعني ها اللعب هنا، زعلقوا ويطيحوا ويدير لهم تاع الشجر، يقطعوا الشجر هكذا باه ما يتكسروش. واش راك تشوف اخويا ياسين؟ واش هكا اخويا صالح؟ ها هذه ماهيش حديقه، هذه باش نقول صالح هذه غير باطيمات ها، ولا كيما نقولوا جروب تاع الكارتي، تاع الكارتي. ها الدراري صغار يلعبوا، هاي الطاوله تاع هذه عادي، هذه ما تكسرش كاع. دير انا ما تحركش كاع، ما تحرك ما والو. ها الدراري صغار من يلعبوا عندهم الباسكات، كرسله ما يبعد ما يبعد ما والو قدام الدار، بيما تشوفوا من الباطيمه والدراري صغار يلعبوا لها. وهذه بلا درينا برخام، ها هذه تتحرق، هذه تحط عليها. واش حنا مع نهضر على هذه الكراسه مخدومين؟ شوف الكراسه، اروح شوف دوك هنا. ها هذه واش تكلف يرحم والديك؟ حنا ما عندناش فكره، حنا انت وانا حطب ما كان والو، ما حتى تكلف. وهذوك داير لهم سبيسيال، ماشي شوف خادمينهم، يعني احنا سبحان الله كرسي يكون بصح تاعنا ثاني كره في البلاد حرقوه. كره محرقوه، دخل من بريزين ثاني، دخل فيها ثقافه تربيه، ماهوش شبعان، كي ما يكون شبعان يحرق، هو ما يقدرش، لازم يشبع باش يلعب. يا خويا هذا مجرد، احنا ماذا بينا الناس اللي يخلوا الخدمه ويخلوا الناس، هذا مجرد يعني فيديو. هذا واخوتي ها كلش بالحطب عريشة. هذا هو، هذا هو خوتي، جينا عاقبين برك، عجبتنا الفيديو هذه درناها. السلام عليكم.